مستثمر جماعي السيد ميلود الرايف. الإطار انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي بفقيه بن صالح ومستجداتها. شكرا رئيس الميلودي مستشار الجمعية الحضرية في كن صالح فريق الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية. فوجئنا فعلا عندما توصلنا بجدول الأعمال من طرف الرئيس، قلنا بأن هناك ما يدعو إلى دورة استثنائية، وعندما تصفحنا جدول الأعمال أصبنا ببركان، بحيث أن جميع النقاط سبق التداول فيها وليس هناك ما يدعو إلى دورة استثنائية، بل اقترحت قبل انعقاد الدورة 3 نقاط اعتبرتها أساسية تهم المواطن. أولى هذه النقاط نفايات ومقذوفات معمل الحليب الذي أصبح يشكل جريمة بيئية على أطفالنا وعلى أرواحنا، ولحد الساعة لم يستطع أحد أن يحل هذا اللغز. هذا الإطار الإداري يعتبر نفسه فوق القانون. هذه نقطة. النقطة الثانية هو عدم استعمال أو اشتغال المسبح البلدي. لا يعقل أن هذه السنة مدينة فكرة مصر عرفت حرارة مفرطة 47 درجة والمسبح البلدي صرفت عليه أموال طائلة ولم يستفد منه أبناؤنا ولا أبناء المنطقة، وتعرفون أنهم كانوا يسبحون في مجاري مياه ملوثة إلى غير ذلك. النقطة الثالثة وهي معاناة ومكابدة المواطنين الذين يريدون استخراج بعض الوثائق الإدارية ويجدون صعوبات ثم صعوبات لا يعقل. مدينة ترقت إلى عمالة إلى إقليم ولا زال المواطنون يستخرجون الوثائق عبر النسخ مكتوبة باليد. هذه سبة، أين هي المعلوميات؟ هذه النقاط كما قلت للرئيس قبل بداية الدورة الاستثنائية، هذه النقاط التي يجب أن تكون استعجالية وليس نقاط الحرفيين الذين يركب عليهم دائما الرئيس من أجل مآرب انتخابية أو تحرير بعض الفصول أو. سيد الرايف، تشتكون من غياب الرئيس، تقولون بأن الرئيس الوزير يتواجد بالرباط، نعم، والمشاكل كثيرة في الفقيه بن صالح، نعم، وما ردكم على ذلك؟ نعم، هذا سؤال مهم وأساسي. أولا اتركوني أن أعود إلى جمعية رؤساء الجامعات الحضرية والقروية التي انعقدت مؤخرا. من حقهم كجمعية ونحن مع المجتمع، ولكن عندما يجتمعون والرئيس رئيس المجلس البلدي الوزير المكلف بالوظيفة العامة تحت القطاعات والنائب ديال الرئيس الجمعيات إلى غير ذلك، يطالبون بتعويضات خيالية، تعويضات الوزارة، يريدون التنافي، بمعنى أن يكون رئيس وبرلماني ويدافعون، بل يقولون ويدافعون بأشد ما أوتوا من قوة من أجل ترك مسألة هكذا، وكأنهم يضمنون لأنفسهم بأن الانتخابات القادمة سيكون لهم كونغرس. بالله عليكم، إذا كنا فعلا نريد مصلحة هذه البلاد، لماذا أريد أن أجمع بين رئيس وبرلمان؟ لماذا؟ يكفي منصب واحد حتى أتفرغ لمآرب وحاجيات المواطنين، وأترك البرلماني لشخصيات أخرى حتى تتفرغ لقضايا سياسية وتهم الشأن العام. هذا يبين فعلا بأن هناك نظرة انتهازية. وثانيا، من قال لهؤلاء أن يتكلموا باسمنا؟ نحن جمعيات رؤساء ونحن نرفض هذه القرارات التي خرجت بهذه الجمعية المكونة من رؤساء جامعات. سؤال ثاني. سيد الرايف، ساكنة فقيه بن صالح تشتكي من اكتظاظ في بعض المرافق الإدارية، وموقفكم من ذلك؟ صحيح أن المرافق تابعة للجامعة تشكو اكتظاظ، ومن باب كما يقول من باب التوتيت، حتى الحكومة تشتكي اكتظاظ. 40 وزير في سويسرا، كاين عندنا 12 وزير
وقادين مشغالهم ومع كامل الاسف عندنا اكتظاظ ماشي غير في الاقسام وماشي غير في المراتب الاداريه ولا في المرافق، عندنا اكتظاظ حتى في الوزاره وفي الاقسام وفي الجامعات. اعود الى المرافق، لا يعقل لا يعقل ان تكون هناك ادارات تفتقد لابسط الشروط الصحيه والوقائيه والامنيه الى غير ذلك. المعلوميات لم تلج بعد الجامعه الحضريه في قيم صالح، مع العلم مع العلم اننا الان ان المدينه تعرف متسعا وتعرف تعرف واحد طفره نوعيه من حيث السكان كما وكيف وكيف نواجه هؤلاء، كيف نقضي مآرب هؤلاء. انظروا معي انظروا معي الملحقه التاليه الملحقه الثالثه. ليس المهم في صحيح ان العنصر البشري اساسي، ولكن المعلوميات تعتبر من الاولويات. جماعتنا تفتقد الى هذه المعلوميات، في حين ان هناك مناطق مناطق اقل منا دخلا تتوفر على عده وسائل اداريه، وما مع كامل الاسف مدينتنا لا زالت على هذا، سواء حتى في المحطه الطرقيه، حتى في المجزره، حتى في حدائق الشارع الرئيسي لم تكن هناك ما يسمى بالبوجدان صوندي دوك ديال الماء ليطفى، على سبيل المثال ما عرفته المدينه من حرائق مؤخرا، هذه الحرائق التي كنا في امس الحاجه الى رجال الاطفاء الى غلب. ولكن مع كامل الاسف كانت هناك سبه ومهزله، وكان هناك السب والشب في حق هذه الجامعه الجماعه عفوا حق هذه الجامعه الحضاريه نظرا لابسط افتقارنا لابسط صوت. وهنا هنا استغل الفرصه كيف الساحه الوطنيه نقاشا واسعا حول ملف التقاعد، وهنا نطرح السؤال خصوصا ان مدينه قبل صالح كانت سباقه لاطلاق حمله الكترونيه بشعار ما تقيش تقاعدي، ما ردكم عن حول هذا الملف؟ انا اشكركم على هذا السؤال الاني والسؤال الذي يطرحه نفسه الصعيد الوطني. كما تعلمون ان مع كامل الاسف هذه الحكومه حكومه الشفاوي اجهزت على مكتسبات الوظيفة العمومية التي يمثلها رئيس المجلس البلدي هو الوزير المكلف بتحديد القطاعات. الحكومة أجهزت وأتتنا بتالوت ملعون، التالوت الملعون وهو كالتالي: نشتغلوا أكثر والاقتطاع أكثر وتخدم وتخرج بأقل من، وبدعوى أن الصناديق لا تسمحوا بكذا. والصناديق من نهبها ومن سرق هذه الصناديق؟ هل نهبها وسرقها الموظفون والأجراء؟ الموظفون ضحية لهذه السياسة، يجب الالتجاء إلى من سرق هذه الصناديق. أين نحن من محاربة الفساد والمفسدين؟ أصبحنا نغطي على الفساد المفسدين، أين نحن من محاربة استبداد المستبدين؟ أصبحت الحكومة تستبد برأيها في غياب النقابات الجادة التي تدافع، ونحن سنتصدى لكل من سولت له نفسه أن يجزز على مكتسباتنا، هذا رزقنا، كان تحرضنا من المنبع. كيف يعقل الآن تأتي الحكومة التي كانت بالأمس تترفع شعار ديال محاربة الفساد المستبدين تمشي للموظفين يوسف، وبالامس القريب الحكومه ضخت 45 مليار ديال السنتيم في القضيه ديال المؤسسه ديال الماء الوطني والكهرباء. بالله عليكم كيف يعقل ان المواطن العادي يؤدي فاتوره ديال غلاء الاسعار ديال الماء والضوء وهو بريء كل البراءه؟ لماذا لا نلجا الى الذين نعم الصناديق ونلجا الى الحائط القصير الموظف والاجير؟ الموظف ما دربه يقتطع له من المنبع وبشكل منتظم دون علمه، والان ناتي لكذا بدعوى المحافظه والحفاظ على السير العادي للابناء، الابناء ابناؤنا والتلاميذ تلاميذنا، ونحن ننتمي لاسرة التعليم ونعتز بهذه المهنه الشريفه وخصوصا المدرسه العموميه التي حطت اطر، ولكن من يتحمل مسؤوليه الخصاص في الاساتذه؟ هل نحن هل نحن الذين يتحملون المسؤوليه في خصائص ديال الاساتذه؟ الحكومه لم تبرمج ولم تخطط لانها حكومه الشفوي، وشكرا.